ورحمة الله وبركاته. وانا المهم كمان اللي عليه الدور بقى كان مين؟ آخر حد كان قال مين؟ هناء؟ انا ولا مش دور، لا انا هقول، مين؟ انا هنقل اللي هقول. طب قول يا هناء. تمام. فين السؤال؟ السؤال اهو. اقرا يعني؟ اقرأي السؤال تمام. وقرأي الإجابات، ولو حابة نرجع لنقطة معينة في القطعة قولي لي رجعنا يا مستر واحنا نرجع لك. تمام. What is the author's prepared in writing the second paragraph؟ ايه الخصائص بتاع البراجراف التاني؟ طب ايه الغرض؟ purpose يعني غرض. طب استنى بس اقرا تشوز تو يعني اكس. نرجع للقطعة الأول بعد كده نرجع للتشوز، بدأ من أول تشيس لحد بيس. تمام. ارجع لك للتشوز. ماشي يلا يا جميل. تشوز. هي ليها علاقة بالبيسس دي لأن اتكررت كتير. طب ممكن نجيب التشويس تاني؟ التشويس ازاي؟ تمام. explain the reason of choice. تبقى letter C. لا يا هناء، لقد وقعت في الفخ الذي نصبه لك. يبقى letter A. هي الليتر A، هي بتتكلم محتاجة عن من letter A. التوقعات. وده بقى اسمه ايه؟ عملية برين سكان، احتيال ذهني بالتلاعب بالالفاظ. يعني ايه احتيال ذهني بالتلاعب بالالفاظ؟ يعني هو ما جابليش كلمة هولز، يعني هو جايب لك بيسكس، اساسيات يعني قواعد اسس يعني. فبقول لك ان اللعبه دي اتنين لعيبه، وكل وفي واحد معاه القطع البيضاء، وفي واحد بيستخدم القطع السوداء، وكل قطعه بتتحرك بطريقه معينه، وفي قطعه اسمها الملك، وكل واحد معاه واحد من الملك دولت. وبعد كده هم بيتبادلوا الادوار في تحقيق القطع بتاعتهم، ولو في واحد وقف على قطعه معينه يبقى هي بتتشال، واللعبه بتنتهي لما بنعمل كش ملك واحد يخسر الملك بتاعه. يبقى زي ما هو بيتكلم عن هولز، عن القواعد بتاعت اللعبه يعني. اوكي سامي ليه ممكن letter A. اوكي شكرا يا هناء. ما نقول فهمت. مي كمان. أيوة يا مستر. اتفضل يا مي. هتبقى letter C. انديا. هو بالفعل اللعبه دي كانت اصلها من الهند، الشطرنج دي كان اصلها من الهند. رغم يعني رغم 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 معلومه كده على المشي، ان اللعبه دي للامانه يعني للامانه في لعبه زيها بالظبط بالظبط كده اكتشفت في مقبره توت عنخ امون، يعني لها تاريخ مصري اكتر من 3000 سنه برضه، بس عشان نبقى عارفين. بس طبعا القطعه من الهند باي ذا واي. مروه، في مروه؟ مفيش مروه. طب امنيه؟ طب يلا يا رقم، يلا يا هنا. نعم يا مستر. مين حد قال انا امنيه الاول؟ مين ايوه انا امنيه. طب قولي يا امنيه وبعد كده نروح لهنا. تمام. How does a game of chess and according to the text chess بيوصف ايه؟ القطعة تبقى يعني ازاي اللعبة بتخلص يعني يا أمنية من الآخر؟ بتخلص هتبقى letter C. لا مفيش لاعب بيبقى ملك. لا دي هي بتنتهي لما في لاعب بيخسر الملك بتاعه، بيحصل له كش ملك بيخسر. تمام. يلا يا هنا. هتكون ليتر ايه؟ كمبيوترز. طبعا هي قاعدة على الكمبيوترز وواجهته للقطعه. طبعا لما بيبقى في ضمير معين وبقول لي قول لي يا عم الضمير ده قاعد على ايه؟ ده هو بناء الفقره اللي قبل او الجمله اللي قبل يعني. يعني هو بدا الفقره بيقول لي ان التشيس دي مش للناس بس، حتى كمان للكمبيوترز بيلعبوا شطرنج من السبعينات. في الاول كانوا بيغلطوا وبعد كده تحسنوا بمرور الوقت. اوكي شكرا يا هنا. إيه طيب ميوان وليد، تفضلي يا ميوان.
ايه تمام مع حضرتك. 14 ولا 15؟ لا 15 بقى، احنا قلنا 14 computers 15. تمام. The cinema of the world workout is exercise. اه طبعا ورك اوت اكسرسايز، ودي برضه موجوده في القطعه اللي بيقول ان ده ورك اوت للبرين، يعني ده تدريب للمخ، فهنا ورك اوت يعني اكسرسايز. اوكي رؤى ابراهيم يا رؤى سكت ليه؟ طب بصراحه الدمياطي ولا ساره في مشكله عند ساره؟ طب شو محمد؟ نعم يا مستر. اتفضلي يا شو. دي لتر دي conservation. انت لحقت الجمله؟ لا ما قراتش. لا ما قراتش. قالوا تايه بالاحساس كده. حاضر. On his return from the last, the explorer ship was wrecked. يعني تحطمت، يعني السفينة بتاعت المستكشفين تحطمت. And some sailors don't يبقى expedition لما أنا رحلة استكشافية. وهنا نطلع بحاجة مهمة جدا، وهنا من الاول للاخر، من اول النقط مش من اول، من اول حرف لحد لو في بعض النقط فراغ اقرا الفراغ اللي بعد النقط. تمام. يلا يا صوفيا. صوفيا. صوفيا في مشكلة في المايك. طب اسراء حسام. طب إيمان خالد. حضرتك يا مستر. اتفضلي يا إيمان. تمام. The doctors told the patient that his only chance of survival was a kidney transplant. يعني إيه survival بقى يا إيمان؟ إيه على قيد الحياة. البقاء على قيد الحياة. الطبيب قال للمريض إن فرصته الوحيدة للبقاء حيا هي عملية زرع كلى. حبيبة. ايوه مستر مع حضرتك. ازيك يا حبيب؟ الحمد لله. My grandfather space to serve in the armed forces during the 6th of October war. تكون volunteered. يعني ايه بقى؟ ان هو تطوع. great. هو تطوع للخدمة في القوات المسلحة. مفيدة. تمام مع حضرتك. All scientists must be respected around the world for their brilliant minds and good opinions. Great, brilliant minds and good opinions. Honeem. Salam ya mister. The archaeologist found a more not way of dating tomb writings. Close. لا. هم يعني العلماء لقوا طريقة أكثر لتحديد تواريخ الكتابات اللي على المقابر. كيف تنوي أكثر؟ right. accurate قصدك؟ دقة. طريقة أكثر دقة يعني. more accurate way يعني لقوا طريقة أكثر دقة لتحديد accurate معناها دقيق لتحديد عمر المقابر. أوكي. سمية. سمية عبد الله. طب فاطمة الزهراء. تمام يا مستر. اتفضلي يا فاطمة. I can't the idea that you are grown up now. I still see you my little brother. هتبقى get used to. Great. ليه؟ لأن في اسم بعد النقط. ما دام في اسم يبقى أنا محتاج used to اللي قبليها حاجة، اللي قبلها get become am was or are كده. طبعا هي get used to. وشكرا يا سمية. أدرية.
Time. My brother work in a company where the employees are paid. Exactly the same as. Great. Exactly the same as. طبعا exactly بيجي بعدها the same وبعد كده as لأن ده في تساوي في الصفات تماما. طيب منا حمدي محمد كمان. مستر لو سمحت هو باقي الجملة معناها إيه؟ زي نظراءهم بيرز معناها نظراء. يعني أخويا شغال في شركة فيها الموظفين بيتعاملوا زي نظراءهم مثلا. نظراءهم في العمل يعني. من شكرا مستر. نعم من حمدي. نطلع فوق تاني. معاك مستر. قول يا منا. By the time emergency services arrived, the driver who caused the accident had disappeared. يبقى arrived. طيب نقول معلش بس نجيب الشاشة عشان كده نزلت. By the time in emergency services طبعا بيجي بعدها ماضي بسيط. By the time بيجي بعدها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي تام عشان كده جبنا هنا arrived. اوكي شكرا يا جميل. شكرا يا منى. اتفضلي يا سهيلة. مستر الشير متأخر جدا. ما هو الجملة رقم كام؟ ايه اللي بقى عندك؟ الجملة رقم 8 يعني لسه ظاهرة قدامنا يعني لسه متحرك قدامنا حضرتك لما ظهرت الجملة رقم 8 يعني الجملة رقم 9 باني طيب ولا لا؟ لا اهم حاجة. اه باينة يا مستر. اه اللي عليه الدوم بقى. اه تمام. هارد لي نقط the housework and sat down when the phone rang. Had finished. لا ثواني. Had she finished. Great. Had she finished. لأن hardly محتاجة ما بعدها في شكل سؤال. اوكي. اتفضلي يا زينب. It's a fact that the left lung is than the right because the left must make room for the heart. هتبقى far ثواني دي كلمة هتبقى far دي رقم الليدر دي far narrower. للعلم grammatical A تنفع برضه slightly narrower بس هي معلومة عامة يعني جملة دي ما تجيش في الامتحان لأن هي معلومة عامة. يعني معلومة عامة هو يعني معروف إن الهواء اليسرى أضيق من الرئة اليمنى بحبة كويسين يعني ده ليه؟ لأن الرئة اليسرى القلب جنبها فلازم تسيب مساحة للقلب فالرئة اليمنى فيها ثلاث فصوص الرئة اليسرى فيها فصين بس يعني التلت تلت وتلتين فعشان كده هي far narrower. أوكي برضو هناخد دقيقتين كده نقرأ الباسج.
طيب خلاص قرأنا. تمام يا مستر. مستر آخر جملة موجودة في القطع كلمة تهوز. مين آخر واحد قال بس عشان أبقى هيك نبدأ مين؟ خلاص يا مستر. ماشي. مين آخر واحد قال؟ مين آخر قال جملة؟ آخر واحد قال آخر جملة مين؟ أنا كنت آخر واحد. زينب. اوكي يا زينب اتفضل يا عم. عم محمد زينب يا عم عايز على مين؟ ظهر ده underline word there refer to اطلع لك فوق لو حابب. ماشي موجود في اول فقره. ماشي اختيارات. سؤال يا مستر. ايه الاختيارات؟ ايه اختيارات يا عم. تبقى بي. لا مش بي. عايدة على الويلز والدولفينز. ايه بقى هو بيقول لي هنا ايه يا عم؟ بيقول لي خلي بالك زي الثدييات الاخرى رضيعها بيتولد وبيتغذى على لبن الام. رضيع مين؟ البيبي بتاع مين؟ اكيد البيبي بتاع الويلز والدولفينز. اوكي بس شكرا يا عم. طيب تفضلي يا أمنية. تمام الأسئلة. أوكي لسه ما ظهرتش. هتبقى دلوقتي. تمام. What are the similarities between dolphins and them? Will be بي يو سي. صح بي يو سي. ايه هي التشابهات ما بين الدولفينز والثدييات الاخرى؟ طبعا ان هم بيعرفوا يقفزوا، يقوموا بلفات حركات معينه وحركات مثيره، وكمان هم بيولدوا وبيرضعوا. على فكره نيرس هنا معناها يرضع، وبيرضعوا صغارهم باللبن. فعشان كده الاجابه هي بي اند سي اللي هي لتر دي باي ذا واي. شكرا يا أمنية. شهوق تفضلي يا شهوق. طب ندى حسن. أمس رقم 13 صح؟ 13. اي مما يلي مش صح عن الدولفينز والويلز؟ ما هوش صح. نمبر دي. لا مش دي. سي. سي ليه؟ اولا ان كل الدولفينز والويلز مامز دي صح ان هم ثدييات. ان البلو ويل الاكبر ده صح. ان كل الدولفينز ويلز وكل الويلز دولفينز دي صح. ولو حبينا نتاكد من الاختيار الاخير ده بالذات لان هو ممكن يشككنا شويه، اول حاجه هو all whales او اي عفوا all dolphins are whales اهي. وبعد كده بيقول لي ايه some dolphins are called dolphins and some others are called whales. فهم بعض يعني الويلز هم الدولفينز والدولفينز هم الويلز. فالغلط طبعا ان هم عندهم مهارات تدريس. لا هم ما بيدرسوش حاجه، اللي هم عندهم problem solving حل المشكلات. طبعا هذه القطعه لم تتقطع
لذلك لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق. شكرا يا ندى. تفضلي يا بسمة. بسمة. طب أمامة. مع حضرتك يا مستر. The word space in space mean to turn over with sudden quick movement. Flip, letter B. اوكي انك تستدير بحركة مفاجأة اسمها flip. اوكي شكرا يا أمامة عظيم. احمد اسماعيل. يا مستر. اتفضل يا احمد. طب انا عندي الشير واقف. واقف عند فين يا احمد؟ ايوه تمام خلاص. نمبر 15. 15 يا حبيبي. هيا ثواني بس. ماشي اقرأ بس حاسسني كده انك معانا يعني. According to the passage only dolphins can be trained ولا only killer whales can be trained ولا killer whales can be trained faster than dolphins ولا it's possible to train killer whales. إجابة C. طيب بص لما يقول لي according to the passage يا أحمد خلينا نتعلم بقى كلنا مع بعض كده. يعني هو بيقول لي تبعا للقطعة، يعني بيقول لي شوف القطعة بتقول إيه. بمعنى لما يقول لي تبعا للقطعة ممكن يبقى فيه جملة في الحياة العملية في الحياة العادية بتاعتنا اللي أنا وأنت نعرفها يا أحمد تبقى صح، بس القطعة ما بتقولش كده. فهو هنا حكمني قال لي تبعا للقطعة. إيه بقى؟ إيه من دول ممكن؟ إيه منطقي من دول؟ Only dolphins can be trained؟ طبعا لا. يعني بس الدلافين هي اللي ممكن تتدرب؟ طبعا لا. ما أنت عندك killer whales وعندك ثدييات تانية ممكن بتتدرب. طب only killer whales can be trained؟ برضو طبعا لا. طب هل الحيتان القاتلة فقط هي اللي بتتضرب؟ لا. طب killer whales can be trained faster than dolphins؟ لو قلبت القطعة أحمد مش هتلاقي الفكرة دي موجودة. هو قال لي بس إن هما ممكن يتضربوا ويعملوا حركات، إنما ما قاليش مين أصعب من مين. أوكي؟ فهو هنا بيقول لا هو killer whales too can be trained، ممكن تتضرب وتعمل حركات والتدريب بتاعهم وممكن كمان إن هما بيكونوا اثناء تدريبهم وهم بيتدربوا ممكن يتم مكافئتهم. اوكي فانما ما جابليش مين اصعب من مين. انما الحاجه الوحيده اللي منطقيه في الاختيارات الاربعه ان الكيلر ويلز كان بي تريند. الكيلر ويلز كان بي تريند ان الحيتان القاتله يمكن هي كمان تدريبها. اوكي يبقى دي صح. خلي بالكوا بقى ودي النقطة دي مهمة جدا وانتوا بتتعاملوا مع reading passage. خلي بالكوا من كلمات المعنى المطلق. يعني ايه كلمات المعنى المطلق؟ يعني all تخلي بالك منها، only خلي بالك منها، always دائما خلي بالك منها، never خلي بالك منها. الأربع كلمات دول بيدوا معنى مطلق. يعني ايه معنى مطلق؟ يعني لما يقول لي only وفاعل اتأكد في القطعة ان مفيش غير الفاعل ده اللي بيعمل ده، لان لو في حاجه عكس كده هتبقى اجابتك غلط. يعني ايه؟ يعني كون ان الدولفينز يمكن تدربها ده معنى صح، ده معنى موجود في القطعه موجود في الباسج. بس هل هم اونلي بس؟ هو يعني مفيش غير دول بس؟ فاونلي هنا هي اللي قالت لك ان الاجابه غلط. طب الاجابه الثانيه اونلي كيلر ويلز كان بي تريند. ما هو كيلر ويلز ممكن تتدرب ما اختلفناش، بس هل هو اونلي هما بس؟ طبعا لا. اوكي فدي اسمها كلمات دالة على معنى مطلق. الكلمات الدالة على معنى مطلق اعرف ان فيها فخ، اعرف ان فيها فخ، فخ ملغم كده في لغم فيها، فتأكد ان المعنى المطلق ده موجود. تمام؟ هو في الغالب ما بيبقاش موجود يعني، بس اتأكد ممكن يبقى موجود. تمام؟ فنخلي بالنا من الاربع كلمات دول only only وall only اللي معناها بس، وall اللي معناها كل، وnever never اللي معناها ابدا، وalways اللي معناها دائما. لما يجيب لي واحده من دول من الاختيارات اتاكد ان لو بيقول لك دايما اتاكد بيقول لك فوق في القطعه دايما مش احيانا. لو جاب لك في القطعه تحت all كل اتاكد ان الفوق all مش many مش some.
لان ده مهم جدا من ضمن الحاجات اللي بيعمل بيها احتيال ذهني، يحتال علينا ذهنيا ان يجيب لي اجابه شكلها حلو جميل. ما هي الدولفينز كان بي ترند حلوه وجميله وموجوده في القطعه، الكيلر ويلز كان بي ترند حلوه وجميله وموجوده في القطعه، بس جاب لي كلمه دل على معنى مطلق نسفت لي الاجابه. وصلت يا احمد؟ تمام مستر. ليه ما ينفعش الليتر دي؟ الليتر دي ما هي الاجابه الليتر دي فعلا اتس امبوسيبل تو ترين كيلر ويلز، هي دي الاجابه. جميع الاجابات الثانيه ما تنفعش يقينا يعني. سمعتها غلط. ايوه ايه 14 كانت جامب؟ لا ما كانتش جامب، كانت في لب. طيب ورقم 13 تستنين وتستنين بحاجة مفاجأة. ها رقم 13 هي مش الاختيار سي ده هو عبارة عن القطعة الأخيرة؟ الاختيار سي عبارة عن القطعة الأخيرة ازاي؟ يعني هو بيكلمني عن هما ازاي بيتعلموا كده وازاي بيتدربوا. مش قلنا في فخ؟ طب هقول لك على حاجه. لا لا مش قصدي على مش قصدي على 15، انا قصدي على 13. ما انا عارف 13. مش قلنا في فخ؟ ايه الفخ ده بقى؟ اولا عندهم teaching skills. يعني ايه teaching skills؟ يعني مهارات تدريس. هما ما بيدرسوش problem solving، حل المشكلات. فين القطعه اللي بتتكلم فيها عن حل المشكلات؟ القطعه بتقول لك ان هو ممكن تعمل حركات معينه، ممكن ان هم يقفزوا، ممكن هما يتضربوا، ممكن هما يكافئوا، ممكن لما بيعملوا سلوك معين اوكي يعني بيسلكوا يعني بيعملوا تصرفات طبيعيه. تمام. فهنا الفخ في ايه؟ ان هما شو بروبلم سولفن، حل مشكلات. مشكلات ايه اللي بيحلوها؟ سكيلز، مهارات تدريس. مهارات تدريس ايه اللي بيحلوها؟ اللي بيعملوها. وصلت؟ ايوه تمام. يعني هي صم هي قطع اللي قبلها لما هو كان بيقول لي دولفينز، لما هو بيقول لي صم دولفينز are called whales وكده، يعني دي ملهاش علاقة ان هي ان انا اقول all dolphins are whales and all whales are dolphins. يعني هو بيقول لي صم ده مش هيأثر في المعنى. لا ما هو هنا مش هيأثر في المعنى لسبب واحد. بص القطعة بتقول ايه؟ all dolphins are whales، كل الدولفينز عبارة عن whales، حيتان اوكي، وعندهم اسنان. الاسماء ممكن تضربك ليه؟ لان لما تلاقي ان الدولفينز بيطلق عليها دولفين، يعني بص بعض الدولفينز، عشان بس تبقى انت واخد شفت الفخ بقى، شفت الفخ. ما هو بعض وبعض يعني كل، بعض وبعض يعني ايه؟ مين كان بيسال؟ بس يركز معايا، مين كان بيسال؟ انا مثلا مع حضرتك. ماشي. بعض الدولفينز اسمهم دولفين، يعني شفتي هو بيقول لي بعض الدولفينز اسمهم ايه؟ طيب مش معنى كده العكس. يعني في حد متداخل في الصوت مش عارفه هي قفلت ولا فتحت. طب مين اللي كان بيسال؟ في حد بيتكلم مش عارف. انا ما حضرتك. طيب وين اللي بتسال صح؟ ايوه. طيب ما حدش يفتح مايك بقى غيرها. يعني وين نقول تاني؟ بص يا نوان، هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ some dolphins are called ايه؟ whales. لا ثواني بقى، انت ليه مغفله دي بقى؟ يعني انت ليه مش واخده بالك من النص الاول؟ ايوه تمام. some dolphins are called ايه؟ dolphins. يعني بعض الدلافين اسمهم ايه؟ دلافين. وبعض الدلافين اسمهم ايه؟ حيتان. بس يبقى هي الدلافين هي الحيتان والحيتان هي الدلافين. دي نقطة. النقطة الثانية ان مفيش اي حاجة لها علاقة بالتيتشن سكيلز، مفيش اي حاجة لها علاقة بالنقطة الثانية اللي هي letter C اللي هو problem C. وصلت؟ اه تمام شكرا. العفو يا مستر. ايوة لو انا كان عندي سؤال في القطعة، هو مش سؤال ذات نفسه، هو ازاي اتعامل مع السؤال اللي هو يقول لي بتاع السينم والانتنم؟ طب ايه هي الكلمه اللي تشير لي كده؟ عشان انا السؤال ده بيلخبطني جدا. جميل يا حبيبه، جميل اللي انت قلتي الكلام ده لسبب واحد. بعد ما تخلص الامتحان التالت ده، المفترض ان احنا خلصنا المراجعه بتاعت النهارده، في بقى السؤال ده تحديدا جاي في تلات قطع عندنا لسنه اولى، لسنه اولى ثانوي، هي هنبص عليهم بشكل سريع يا حبيبه، هيجاوبوا لك على دي. لما يجي يقول لي يا حبيبه معنى كلمه كذا،
او مرادف كلمه كذا يا حبيبه وانا مش عارف الكلمه ديت ايه، ببص في السياق اللي حواليها، يعني ببص على اللي قبلها وعلى اللي بعدها وبحدد. يعني بص ده الاصعب شويه. ايه الاصعب شويه؟ ان هو هنا طالب تعريف. هو هنا طالب ايه يا حبيبه؟ اللي في السؤال رقم 14، في السؤال رقم 14 ده طالب تعريف، تمام؟ فده الاصعب شويه، اللي معناه انك تلف وتلف وتعمل حاجه مفاجاه، ده الاصعب شويه، ماشي؟ ده محتاج مجهود ذهني شويه. انما السؤال الاعتياد المتكرر معانا حد مضاف كلمه كذا حد عكس كلمه كذا، تمام؟ ده بيجي ازاي؟ من خلال السياق اللي حوالين الكلام، وده هوريها لك عقب انتهاء الامتحان الثالث ان شاء الله، تمام؟ تمام يا مستر. اوكي. من اللي عليك بقى؟ من اخر واحد قال مستر. ايوه انا عندي سؤال بس مش في القطعه يعني. طب اسالي يا فاطمه. بيقول by the end of next summer. لا ما هو سؤال. لا ثواني بقى، اما نخلص بساليه في الاخر، انا بحسبه خاص بالامتحان يعني. ماشي اوكي. اخر واحد قال مين؟ احمد. طيب قولي يا انا مستر. ماشي يعني. قولي يا امو. Experts think that the spread of infectious disease is the greatest threat to the world economy. Great. يعني انتشار الأمراض المعدية هو أخطر تهديد على الاقتصاد. آية أحمد. ما حضرتك يا مستر. It's advisable to install equipment to space noise and air quality in public libraries. تبقى مونيتور. مونيتور يعني من المستحسن تحميل معدات لمراقبة الضوضاء وجودة الهواء في الأماكن العامة. تو مونيتور. جريت يا آية. إسراء. طب قولي يا هناء. هو أنا أصلا كنت عايز أسأل حد حضرتك الحتة بتاعت أرس وريس دي تاني. الحتة بتاعت إيه؟ أرس وريس اللي هي داتر 3. انا متلخبطه فيها قوي بصراحه، مش يعني انا كده عليها النهارده متلخبطه فيها. طب اقول لك على حاجه بس، انت بنتي شاكه ايه الايه يعني، محتاره ما بين ايه وايه؟ هي هو انا ممكن اقول اريس اللي هي يسبب، لكن لا يعني اللي هي داتر سي قصدك ارايس قصدك، تمام؟ طب بص اولا بس ريز اللي هي داتر بي ما تنفعش، لان هي فعل لازم، فعل متعدي محتاج بعديه مفعول، يعني raise money مثلا يجمع مال، raise your hand ارفع ايدك، فدي ما تنفعش محتاجه مفعول، لان انا عندنا حرف جر، عندنا ايه؟ حرف جر. هي يا اما arise اللي هي literacy، يا اما rise. طب ليه بقى arise؟ لان معناها يحدث او ينشا، انما rise دي معناها ينتفع او ينهض. فاكيد الاطباء بيقولوا ان المشاكل العاطفيه والعقليه ممكن تنشا من سبب جسدي او من سبب بدني، فاهماني؟ بس. يعني هي تحل من حيث المعنى، بس اللي هي letter B دي اللي بيجي بعدها على انها فعل متعدي بيجي بعدها مفعول. الله ينور عليك. انما بقى arise معناها ينشأ، بتسوي occur يحدث يعني، و rise معناها يتصاعد او معناها ينهض او يرفع يرتفع كده يعني. شكرا يا مي. My little brother waited for my father to himself or give the reason why he did this Marcus. هيبقى cause letter B. لا مش cause. أخويا الصغير انتظر لأبي to A himself or give the reasons why he did this mistake. تل عشان يقول له يعني على الأخطاء اللي لا to explain، ان هو يشرح بنفسه او يديله الاسباب هو ليه ارتكب هذا الخطا. استل محتاجه مفعول ومفيش مفعول، هو مش هيقول لنفسه يعني tell himself، مش هيقول لنفسه، ده هو مستني ابوه عشان يشرح له، فهنا معناه يشرح بنفسه. وصلت؟ تمام. himself يا مي. معلش سؤال ثلاثه هيبقى سي صح؟ arise هتبقى سي. تمام شكرا يا مستر. مرام بقى ولا مروم؟ مفيش. طب أمنين؟ تمام. رقم كيف؟
number five. بي طبعا the minister witnessed, يعني الوزير شهد توقيع الاتفاق ما بين الشنكتين لدعم الأنشطة الاستثمارية. اوكي رنا علي هتقول لتر دي exactly the same. أكيد طبعا the same بيجي بعدها اسم وقبلها exactly لتحديد درجة المقارنة. تماما شكرا يا رنا. رؤى إبراهيم I don't know your son goes to my son's school, so he is wearing ولا اللي بعديها. ما احنا قلنا دي the same, exactly the same خلاص. قولي بقى number seven. We have moved to the city center in since 2010. However, we to the noise from the traffic jet. Don't use. لا. ليه؟ لا يا The noise ده هو ده اسم. The noise دوت ايه؟ Aren't used. بس خلصت بقى كده. ليه are not used بقى؟ يعني أنا بقول لك إحنا انتقلنا المدينة من 2010 كده مش قادرين نتعود على الضوضاء بتاع المواصلات. Are not used لأن be used to بيجي بعدها اسم. شكرا يا جميل. سارة الدمياطي. اتفضل يا سارة. أيوة مستر. تفضلي. 8 رقم 8 استني كده. رقم 8 far more exciting. far more exciting. اولا exciting صفة طويلة لازم نجيب قبلها more, وعشان احدد درجة المقارنة ما بين اثنين من ضمن الكلمات اللي بتحدد درجة المقارنة ما بين اثنين هي far. شكرا يا سارة. شهوق. نعم يا مستر. اتفضلي يا شهوق. هو انا صراحة مش متأكدة منها بس بقول letter B. هي بالفعل letter B rained. This morning هذا الصباح عدى خلاص ده ماضي بسيط بالنسبة لي. اوكي وكمان انا بيبقى عندي لما يبقى عندي امنيه في الماضي التام يا شهوق بيبقى اصل الجمله ماضي بسيط اللي هي الجمله الاولى اللي بقى يعني طلعت this morning هذا الصباح واي وش اي هاد brought an umbrella كنت اتمنى ان انا كنت اجيب umbrella معايا. اوكي صوفيا. هاي مستر. اتفضلي. تمام اوكي. If you not attention to your teacher, you would have avoiding mistake. Would have التصريف الثالث يبقى محتاجين ماضي تام يبقى had paid. جدع اهو ده بقى يعني بصي التفكير بالصوت العالي ده انا بحبه قوي بحب قوي التفكير بالصوت العالي ده لان بيبقى فيه تفكير منطقي كده. اتفضلوا معاكم دقيقتين تقراوا ال
تمام يا مستر. خلاص خلاص اوكي. طيب مين عليه الدور؟ مستر هو ايه كانت كنت انا المفروض اللي بعد رانو وحضرتك قلت رؤى على طول ولا ما قلتش؟ طب قول يا ميوان. يلا was the first ethanol electric plant built. انا فهمت بقى هطلع لك فوق. لا ثواني انا معايا الكتب. تبقى letter C. اه طبعا هي اتبنت في 1911 بس خلي بالكوا لانه ممكن يعمل تضارب معاه في التواريخ. ليه؟ بس هو قال لي في الفقره الثالثه في 1904 تم بناء اول جنريتر مولد كهربي باستخدام الطاقه جيوثيرمال معناها الطاقه الحراريه. انا بقى عايز اسال سؤال، كلمه بلانت يعني ايه؟ كلمه بلانت يعني ايه؟ مستر معلش ممكن تحدد عليها عشان انا مش شايفها. بس ممكن تبقى مولد؟ اهي لا مش مولد. سطح يا مستر ممكن يبقى معناها ايه؟ سطح؟ لا ممكن يكون مكان منخفض او حاجه تحت الارض مثلا. طب يا جماعه هو بيقول لي the first geothermal electric plant was built يعني ده حاجه بتتبنى. محطه؟ ممكن محطه. محطه او وحده صناعيه، وحده كهربائيه للطاقه الحراريه. مصنع كهربائي. اه مصنع ابن اصلا معناها مصنع وحده صناعيه مش معناها نبات. اوكي صح حسام. طب احمد خالد السيد توفيق. طب ايمان خالد حضرتك يا مستر. طب to a form of energy or power means to produce it. هو انا ما قراتش القطعه كلها بس ممكن تكون جنريت. اه طبعا هي جنريت. هي هنا بقى ما لهاش علاقه بالقطعه. ليه؟ هو بيقول لك ان شكل من اشكال الطاقه معناه انك بتنتجيها، معناه ان انت بتنتجيها. اوكي فعشان كده هي جنريت. اوكي اتفضلي يا حبيبي. مستر يوسف يوسف يعني ايه؟ يوز اب يعني يوز اب معناه يستخدم حتى يستنفذ. يوز اب يستخدم حتى يستنفذ يخلص يعني. طيب جنريت يولد. ما احنا قلنا يولد طاقه ما احنا لسه قايلين هيولد وهي دي فعلا بتنتج طاقه يعني بتولد طاقه. تمام اوكي حبيبه. تمام. What is the best title of the third paragraph؟ أنا بقولك بقى. تمام. هو بادئ من أول the use. ما ده التالت صح؟ اه كده مظبوط ده التالت. ماشي من أول the use يا حبيبة لحد crisis. أجي على the choices. تمام. أوكي. هو تقريبا كفو كان بيتكلم عن تكون letter C. letter C فعلا هو تاريخ الطاقة بقول لك في أول 1904 بدأوا بأول مولد 1911 عملوا أول مصنع وهكذا.
فهو طبعا letter C history of geothermal energy. طيب which statement is not true about geothermal energy؟ مين اللي عليه الدور؟ مفيدة. جاء لك بقى سؤال جميل مفيدة وانت لازم تكتشفي جماله. أظن سي. بتقول إيه؟ ممكن سي is only available in limited areas. عشان أنا قلت only يعني بتدي مفهوم مطلق، بس هنا only عطت مفهوم مطلق هو منضبط للأمانة يعني. تمام؟ ليه؟ لا هو قراته دي اللي ممكن ما تبقاش عنها وخلاص. طب صح هقول لك على حاجه، هو في عدم دقه في الاختيارات في ما بين اثنين وهقول لك ليه، بس ديت فعلا الجيوثيرمال انرجي مش بتبقى موجوده غير في مناطق معينه، المناطق اللي اسهل مناطق الحصول عليها اللي هي المناطق اللي بتبقى في خط الزلازل، لان بتبقى الطبقات بتاعت الارض ومقيقه جدا، فهي بالفعل ديت صح مفيش مشكله. انما القصه في ايه؟ هو بيقول لي ايه اللي غلط؟ فالغلط طبعا اللي هو بيقول لي زي دو نوت برودوس بوليوشن اللي هي لا تنتج تلوث، وفي واقع الامر هو بيقول لي انها بتنتج تلوث اهو. العيب البيئي ان امكانيه اطلاق غازات سامه وانت بتحفر في الارض، ده الوضع الغلط. وحاجه كمان تمام، حاجة تانية غلط، عشان كده انا بقول انا مش متفق مع الاختيارات في السؤال تحديدا، اللي هي اتس نوت رينيوبل تكنولوجي، ان هي مش تكنولوجيا متجدده. رغم ان هو فوق بيقول لي ايه؟ بيقول لي اتس سستينبل انرجي، يعني بيقول لي ان دي طاقه متجدده. طاقه متجدده، فما دام متجدده واجيب لي عكسها تحت يبقى مفترض غلط. بس ممكن نقول ان الغلط الفج قوي اللي هو الاخراني، ان هو لا تسبب تلوث وهنا في امكانيه ان هو يطلق غازات سامه وانت بتحفر في الارض. اوكي، ده بالنسبه للثلاث امتحانات دول. يعني نيجي لسؤال مهم او لسه في سؤال تقصد؟ قول لي انا جاوبت ده وجاوب انا السؤال 14. بص السؤال رقم 14 تاني، السؤال رقم 14 في عدم دقة في وضع اختيار اللي هو it is not a renewable technology، ان ده تكنولوجيا غير متجددة. ليه بقى الجملة دي غلط؟ لان هو فوق بيقول ان هي renewable، بيقول ان هي sustainable مستدامة. بس لو جينا نرجح ما بين دي وما بين الاقوى منها شوية، الخطأ الاقوى يعني اللي هي زي do not produce pollution while generating electricity، ان هي لا تنتج تلوث اثناء توليد الطاقة. وهو بيقول لي وهم بيحفروا اصلا عشان يولدوا طاقه ويخرجوا الحراره بيطلعوا غازات سامه، فهنا في اختيارين غلط، في اختيارين غلط في الاختيارات دي. بس طب مستر بعد اذن حضرتك، ممكن يكون قصده مثلا ان هي ما بتطلعش غازات سامه او حاجات سامه في تحويل الطاقه الى كهرباء، لكن هي بتطلع غازات سامه لما بنطلع الطاقه من الارض. طيب هو هقول لك على حاجه، لما احنا بنطلع الطاقه من الارض دي مش دي عمليه من عمليه خلق الكهرباء؟ يعني مش خطوه من خطوات؟ صح ولا انا غلطان؟ يبقى في عدم دقه في وضع السؤال اصلا، يعني هو في عدم دقه في وضع السؤال او في وضع الاجابات بتاعت السؤال. وصلت؟ لان هو عطيني اجابتين ينفعوا. تمام وصلت يا مستر، شكرا. ممكن حد ياخد بقى محمل تاني ان الاجابه الايه برضه، ما عشان شفت بقى السؤال اللي بيبقى فيه لخبطه من وضعه بيدي اجتهادات بقى. يقول لك مثلا ان في فرق ما بين رينيوبل وسستينبل. سستينبل معناها مستدام، يعني بيفضل لفتره طويله جدا ما يلوثش البيئه، مستدام بيفضل لفتره طويله. ورينيوبل بيجدد نفسه بنفسه، يعني مصدر متجدد. فهو يعني ممكن يقولوا ان هي رينيوبل عكس سستينبل، يعني مش عكسها، مختلف عنها شويه. فعشان كده قلت لكم هو السؤال نفسه فيه عدم دقه في وضعه. الاختيار ايه هو بيتكلم على ان التكنولوجيا نفسها متجدده، انها في القطع بيتكلم على ان الطاقه هي اللي متجدده. لا ما هو معلش، ما هو بص ما اسمها قطع فهم ليه؟
قطعة فهم ليه؟ ما يعني ايه التكنولوجيا المتجددة؟ التكنولوجيا المتجددة بناء على موجة متجدد، يعني تمام. بناء على موجة متجدد. منع بس للجدال اللي احنا قلنا السؤال، بس هو فيه ميستيك في وضع الاختيارات بتاعته. قولي يا شكرا. فايدة 15. ماشي. The synonym of the word toxic is ده اللي هو السم، السم يبقى سي. بايزنس، سام يعني سام. نيجي بقى لاخر حاجه اقولها عشان نروح بقى نشوف نصحح بقى ولا هنعمل ايه. ازاي انتوا شايفين حاجه يا اولاد؟ يعني هل في حاجه جات لكم؟ تعالوا قلنا سنة تقريبا يا حبيبه، خليكي معايا بعد اذنك. ايوه مستر. السؤال رقم 14 يا حبيبه بيقول ايه؟ أقرأه. The underlined word portrayed can be replaced by إيه بقى؟ أنا ما أعرفش بقى يعني إيه portrayed دي، ما أعرفهاش، أنا ما أعرفش، صح؟ أكيد ما أعرفهاش. نيجي بقى على القطعة. اقرأي لي بقى من أول ستيب كده لحد إيفل. Still other groups point out the damage to local communicators, customs and crafts that results from the arrival of huge groups of tourists. طب يعني ايه فاهمة معنى الجملة الأولى ديت؟ بيقولوا ان الجروبات بتاعتنا دي هي point out the damage، هي أكيد بتعمل حاجة في الدمج ده to local communicates للمجتمعات المحلية، يعني للمجتمعات. تمام، المجتمعات اللي هي اللوكل، اللي هي الشعبية تقريبا. ماشي. Customs and crafts that result from the arrival of huge groups. طيب سيبك من crafts حتى لو انت مش عارفة معناهم، يعني تمام. result from يعني تبقى ناتج عن. ماشي. arrival اللي هو الوصول السياح، يعني وصول السياح بيسبب تلف ودمار بقى للمجتمعات المحلية والعادات اللي هي customs والحرف اللي هي crafts. طيب tourism is almost portrayed as evil. اللي هي السياحة دائما تبقى portrayed evil. عارف يعني evil؟ لا. طيب بلاش، حلو، انت فهمتي جزء معين اهو، تمام؟ انا فهمت السياق بالرغم ان كان في كذا معنى كلمه مش عارفاه. حلو. انهي الاقرب من اللي انت شايفاه من خلال ترجمه سياق السياق اللي انت ترجمتيه لكلمه بورتري؟ هي تيست يتذوق، برنت يطبع، ديسكرايب معناها يوصف، تلاتش معناها يلمس. احنا كده عارفين كل الاختيارات. معلش بقى اطلع تاني. معلش بس هل بقى في اختيارات غير منطقية؟ اكيد بناء على اللي انت قلتيه في اختيارات غير منطقية مالهاش علاقة. هو اكيد برنت وتست ده مش صح. ماشي، برنت وايه وتست مش صح. ها طب معلش بس، يعني هاتي مستر بس الباراجراف يعني اقرا اللي هو كان قال توريزم ايه. طيب تاتش يعني ايه؟ تاتش من تاتش يلمس. يا طب هي تورزم ما حطتش حد، يبقى اكيد ديسكرايب يعني بتوصف، صح؟ فهنا ديسكرايب معناها يصف. ده بناء على ايه يا حبيبه؟ بناء ان انا ركزت في اللي قبله وفي اللي بعد، فببدا استبعد وبستقر على حاجه معينه. تمام تمام خلينا ناخد مثال تاني. يعني غمضت عينك يا حبيبة. نعم. غمضت عينك يا حبيبة. خلاص مش مشكلة. مش مشكلة. طيب يلا. هنا شفت الإجابة؟ خلاص يا مستر، ما كأني ما شفتهاش، يعني هتعامل كأني مش شفتها. طيب. أنا عارف يعني سوان؟ لا. حلو. سيبك بقى من اللي أنت شفتيها، إحنا هنتعامل كأننا ما شفناهاش يعني. طيب نشوف فين سوامب دي جت فين؟ اهي يا حبيبي من اول ذا كروكودايلز هوم.
تمام. The crocodiles هم began to disappear as towns and industries were developed on the land never swamps and rivers. لو التمسيح بيوت التمسيح بتبدأ ان هي تختفي بعد كده تقريبا بيحصل لها تطور على الأرض بيكون developed بجوار بجوار الأنهار والسوامز يعني بجوار أنهار وحاجة تانية. خلاص هو المعنى أقدر أجيبه من هنا. طيب معنى كده بقى مدام بجوار الأنهار والسوامز يعني أكيد يعني في تخارب ما بين الكلمتين صح؟ من خلال الإجابات ده تقدر تستبعدي يعني إيه اللي يستبعد؟ اللي هي سبورت سنتر أكيد دي مش صح. وأكيد اللي هي فروتفول لاند أكيد هي مش 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 أرض فاكهة يعني. تمام. يا اما اوت مادي لاند يا اما ديزرت لاند. ديزرت لاند الصحراء فاكيد الصحراء مش هتكون جنبها نهر يعني. تمام. مادي لاند الله ينور عليك اللي هو المستنقع وبالفعل التماسيح بتعيش في المستنقعات. فانت بقى معرفتك بالموضوع بالاضافه للسياق اللي قبل الكلمه اللي انت عايزه تعرفيها هو اللي بيحدد لك. بس يا حبيبي تمام جميل جدا. ايه بالنسبه للنمبر بي دي معناها ايه؟ فروتفول معناها مثمر. مثمر فروتفول فروتفول صفه معناها مثمر. طيب هي غلط ليه؟ هو ايه الارض هو قال لك ان هو السوامب السوامب مش ارض مثمره. بقول لك مستنقع معناها مستنقع يعني هي مش هي برضو بجانب النهر. انا عرفت منين ان هي مستنقع هو بجانب النهر لان كلمه اولا بس هنا بنيتي استنتاجك على حاجه خطا الاول. اولا اسوام مفيش فيها اجتهاد هي معناها مستنقع فانا بجتهد عشان اقدر اخمن الكلمه اللي تدي معنى مستنقع. تمام يعني مش فيها اجتهاد يعني هي ملهاش معنى تاني يعني هو لي الكلمه مش اسم مكان بيدل على حاجه معينه لا هي معناها مستنقع. تمام فانا شغلي ان انا احاول اخمن ان معناها مستنقع اللي هو الارض المبلله اللي فيها طينه يعني. تمام خلينا ننطلق من هنا بقى. طب ليه مش فروتفول لاند؟ لان لو خدت بالك الموضوع بيتكلم عن الكروكودايلز عن التماسيح. التماسيح ما بتعيش في اراضي مثمره. اوكي التماسيح بتعيش في انهار وفي مستنقعات ناهيك عن ان ما فيش حاجه اسمها جنب النهر اصلا. اوكي هو بيقول لك بيعيش جنب الايه السوامبس ديت والريفرز. اوكي يبقى التمساح نفسه بيعيش جنب النهر وجنب السوامب ده اللي هو في اللي هو جنب المستنقعات دي. فاهماني؟ فما فيش اراضي مثمره اصلا بتبقى مش شرط ان يبقى في اراضي مثمره تبقى جنب النهر. تمام. خلاصه القول حابب اقول حاجه بس لما نقفل. احنا الحمد لله مع بعض بقالنا مشوار كبير. حابب اشكر كل الناس وتحديدا الناس اللي بدات معايا من الاول. هقول بعض الناس اللي بدا معايا من الاول خالص خالص يعني مثلا حبيبه ومفايده هي من الاول. في ناس كده كانت من الاول يعني انا بشكر الناس كلها. طب وليه الناس اللي من الاول بشكرها؟ لان الناس اللي من الاول دي استفادت بالمحتوى وقدرت تقيمه من اول يوم لاخر يوم. يعني في ناس معانا من شهر 7 يعني وفايده تحديدا من شهر 7 وفايده صح؟ مش عارف حد تاني موجود من شهر 7 ولا لا؟ انا الكورس اللي احنا عملناه قبل فايده صوفيا طبعا وصوفيا صوفيا موجوده من شهر 7 طبعا. تمام وفايده وصوفيا تحديدا من شهر 7 وبعد كده حبيبه تماما في شهر 8 لما بدانا. فانا بجد حابب اشكركم كلكم يعني. بس الناس بتوع البدايه دولت يعني دايما وابدا هم يقدروا يحكموا بقى على التجربه كامله بعد ما كملت في اخر حاجه خالص. يعني هم عاشوا التجربه كلها بكل ما فيها بقى بكل ايجابياتها بكل سلبياتها. فانا حابب اشكركم كلكم والناس اللي بدا معايا برضه يعني بشكرهم كمان. اتمنى ان انا ما اكونش قصرت معاكم في شيء وانا حاولت قدر المستطاع ابذل مجهود كبير عشان احاول اخليكم تتعاملوا مع الانجليش بشكل مختلف. يا رب اكون قدرت اوصل لده
سواء كنت معانا من الاول او كنت معانا من الاخر. انا بشكركم شكر كبير جدا 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 جدا، واتمنى لكم جميعا التوفيق يا رب، وربنا يكرمكم ويصلح حالكم يا رب. انا مش عارف احنا هنعمل ايه في المنهج بتاع الشهر اللي جاي، في استفتاء اتعمل يا مفيد على الاكاديمي بتاعي، فمش عارف لسه الدنيا تبقى ماشيه ازاي، بس اكيد هنطلعكم. يعني لو حد مشترك في جروب محدش يطلع منه، لو حد مشترك في جروب معانا محدش يطلع من اي جروب هو مشترك فيه، عشان يبقى متابع كل التفاصيل بخصوص الجديد. ممكن حضرتك تدينا كورس في الاجازه؟ ده اتجاه ممكن نتجه له يا رائع ان شاء الله، ممكن ده يحصل بامر الله ان احنا نعمل كورس تاسيس كويس. ايوه فان شاء الله بامر الله هنحاول نعمل ده بامر الله بامر الله بامر الله ان شاء الله، وهنشوف بس الناس اللي هتشتغل قد ايه والكلام دوت، وهنظبط المواعيد ونظبط الدنيا ان شاء الله. حد حابب يقول حاجه قبل ما نقفل؟ حضرتك على حاجه. طيب اللي عايز يقول حاجه ينفع ايده بعد اذنه، وانا هسمع من كل يعني. بس بسرعه عشان انا اللي بحضر السحور، تمام؟ انا اللي بحضر السحور فكده يعني. ثانيه واحده وانا هشوف. اتفضلي يا سهيله. ما مثلا ما كانش عندي سؤال، بس يعني هو الفترة الجاية، بالنسبة للفترة الجاية هنشتغل ازاي، او لتالتة ثانوي يعني هنوقف ولا هنكمل ولا ايه بالظبط؟ والله يا سهيلة حاليا انا في مرحلة الاعداد للفترة اللي جاية، يعني انا بفكر احنا ممكن نعمل ايه الفترة اللي جاية. اكيد انا مش هسيبكم فترة طويلة، يعني انا ممكن ناخد فاصل بسيط، واللي عايز يبدأ كورس تأسيس هيبدأ، تمام؟ بس المنهج اكيد مش يعني منهج ثالثه ثانوي للعلم بس، انتوا هتبقوا منهج جديد برضه، يعني هتبقوا منهج جديد، يعني اللي درسوه ثالثه ثانوي السنه دي انتوا مش هتدرسوه، هتدرسوا حاجه ثانيه. فاكيد المنهج الجديد ده مش هنشتغل منهج الا لما المنهج ينزل، هينزل امتى لسه احنا مش عارفين، بس هنشتغل بقى الحاجات الاساسيه اللي هي بتاعت اي منهج، اللي هي السكيلز، تاني نشتغل سكيلز تاني، نشتغل تاسيس كويس من الاول، بحيث ان انا نفسي اوصل برضه لمرحله في بعض بعد زمانكم وصل المرحلة دي ان البيسكس ما بيغلطوش فيها. يعني ايه البيسكس ما بيغلطوش فيها؟ يعني خلاص هو عارف ان انا هجيب هنا ماضي بسيط، عارف ان انا هجيب هنا ماضي تام، عارف ان دي اف الحاله الثانيه، عارف ان دي اف الحاله الثالثه، عارف ان ده بيجي بعديه اي ان جي، عارف ان دي بيجي بعديه تو المصدر. ده لو انا ما بتلخبطش فيه يبقى انا وفرت على نفسي مجهود خارق، يعني انا وفرت على نفسي مجهود البيسكس دي، يبقى انا وفرت على نفسي مجهود خارق. وصلت؟ ده اللي ان شاء الله بامر الله هنديله الفتره اللي جايه عشان نظبطه بامر الله. الله. بس عشان كده بقول اللي في كل مشترك في اي جروب محدش يسيبه طبعا. ليه؟ لان احنا هننزل عليه المواعيد، هننزل عليه احنا هنشتغل ازاي، هنعمل ايه كده يعني. اتفضلي يا نوان. هو حاليا يعني الفتره اللي هي لحد الامتحان الصبح المفروض احل حاجه او اراجع حاجه، وانا يعني ده سؤال مهم، ده سؤال مهم يا نوان. اولا لو انت شايف عندك كسور في الكلمات راجع الكلمات الرئيسيه بس، الكلمات الرئيسيه بس، واقرأي المترادفات والمتضادات يعني اقرأيهم بس، راجع الكلمات الرئيسيه. شايف في مشكله في جرامر معين راجعي، بخلاف كده حل، يعني الاثنين دول مظبوطين حلي بقى، حل على قد ما تقدري، بس حاول تحل من المصدر يكون معاك اجاباته. وانا يعني ممكن مثلا احل من كتاب جيم اللي هو كتاب الامتحانات، ولا في مصدر تاني بيبقى افضل؟ حل من كتاب جيم كويس بتاع الامتحانات. تمام شكرا. العفو. زينب. مستر هو انا كنت لسه يعني كنت مراجع الانجليزي من قبل الامتحانات، وما لسه هراجعه يعني دلوقتي، ما بداتش لسه في الانجليزي، خلصت المواد التانيه. فهو انا اسمع الفيديوهات بتاعه مراجعه حضرتك الاربع يونتات على اليوتيوب، والجرامر اللي هو فيديو جرامر وخلاص على كده، ولا هقول لك على حاجه؟ اقول لك على حاجه افضل، لو عايزه تراجع حاجه على اليوتيوب عشان مش هاخد منك وقت، الفيديو بتاع الاربع وحدات ده اسمعيه، اللي هو الفيديو اللي هو مدته بالظبط نص ساعه وخمسه او تلت او ساعه الا تلت يعني، ده تسمعيه. انا متفق معاكي في كده، بخلاف كده ما تضيعيش وقتك في سماع فيديوز، امال تعمل ايه؟ لا تقارني انت الجرامر بنفسك وتحلي الفتره دي فتره كده، تمام يا زينب؟ تمام. يبقى اهو لو انت بقى حاسب مشكله معضله قوي قوي، اسمعي الفيديو اللي هو ال 40 دقيقه اللي هو اللي بيملك فيه الجرامر كله، تمام؟ تمام.
في خلاف كده اشتغل انا بنفسي بقى اقرا انا وحل. تمام يا مستر. طب هو كتب جيم الاجابات؟ اكتب جيم لي ليه دليل اجابات ومتاحه على النت على فكره، ممكن تكتبي في جوجل كده اجابات كتاب جيم هتطلع لك على طول. تمام يا مستر، شكرا لحضرتك. دلوقتي انا كنت مذاكره كل يونت بيونت مع حضرتك، والفتره دي والفتره اللي فاتت المواد كلها دخلت في بعض، وانا من النوع اللي بينسى على طول او الحفظ عندي ما بيثبتش، فواجهت صعوبه في ان انا اراجع على الكلمات انا فاكراها، بس مثلا الانتونيمز والسينونيمز واجهت صعوبه ان احفظها تاني. لا 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 انا مش عايزك، ما يا اهو عشان ما توترنيش نفسك، ما تحفظهاش تاني يا اهو. بصي يا اهو، من خلال مستواك معايا تمام، في نوع من الطلبه بيعرف يتصرف مع جمله لو جت، يعني بيعرف يفكر تفكير منطقي، يعني ما بيتعبش عشان يفكر بشكل علمي. انت من النوع ده، يعني ايه؟ انت عايزه تحفظي الكلمات، احفظي لي الكلمات الرئيسيه. من الكلمات الرئيسيه اصلا بيجي السينونيمز والانتونيمز. وانت كده ولا كده اكيد، يعني انا واثق انك حافظه شكل النهايات. يعني ايه حافظه شكل النهايات؟ يعني عارفه ان الاي ان جي نهايه صفه، ان الال واي نهايه حال، ان المنت مثلا تي اي او ان نهايه اسم، وهكذا. انا يعني انا واثق في ده فيك، فانت ما تحاوليش تبذلي مجهود قوي انك تحفظي كل السينونيمز والانتونيمز، لان مش هتلاقي. لا انت تحلي بدلا من كده، انت اللي تراجعي في السينونيمز والانتونيمز ايه؟ النهايات. يعني ايه النهايات يا انوى؟ النهايات اولا اللي حضرتك شرحتها لنا في الترم الاول، انا لسه قاعده معايا الورقه لحد دلوقتي وحافظاهم. طب الحمد لله. بعد شكل الامتحان الجديد ده، لو جاب لك سؤال سنه ما وانت في الغالب يجيبه في قطعه، في الغالب، لان هو بيتحرك في 10 جمل. 10 جمل دولت لو واحنا عندنا اربع وحدات، يعني هيدي لكل جمله لكل واحده جملتين، يعني بالكتير هيدي لكل واحده يا انوى جملتين. تمام. لو ادى جمله على كلمات، يعني احنا عندنا اربع وحدات ب 10 جمل، لو ادى جمله على كلمات هيدي جمله قصادها على جرامر، يعني ممكن يجيب. بس انت انا عارف انك تقدري تخمني من خلال اللي مكتوب المضاف ايه او المضاد ايه، اقراهم بس، انما ما تناقش نفسك ذهنيا ان انا لازم اكون حافظاها. بس حلي لو عندك وقت تحلي تحلي. تمام. شكرا يا مستر، حضرتك تعبت معانا جدا الترم ده والترم اللي فات، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيكي يا انوى ويبارك فيكم جميعا، والله ده حقكم، وانا اتمنى فعلا ان اكون قدرت يعني اعمل لكم حاجه كويسه يا رب، وقبل ان شاء الله كل التعامل ما بيننا يكون كده بامر الله. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى لكم. اتفضلي يا فاطمه. فاطمه عايزه تسال سؤال. ايوه مستر، السؤال بيقول by the end of next summer scientists space a vaccine for COVID-19 who knows. هو جايب لي will have، الاختيارات will have discovered و might have discovered و might discover و will discover. الجملة دي قول الجملة تاني بقى كده. By the end of next summer scientists space a vaccine for COVID-19 who knows. وجايب لك بقى will و might وجايب لي who knows، ده مين يعرف يعني. أولا بس يا فاطمة، السؤال ده ما يجيش في امتحان. ليه؟ انا هرجح لك اجابه، بس انا اقول لك ما يجيش في امتحان. ليه ما يجيش في امتحان؟ لان من ضمن استخدامات زمن المستقبل التام او اي مستقبل عامه، ان هو يستخدم للتعبير عن التنبؤ بشيء يحدث في المستقبل. اوكي. ف لان ده تنبؤ تمام، ممكن تاخديه على انه مستقبل بسيط. ليه؟ لان هو بس ده طبعا هيبقى مناقض للواقع دلوقتي، عشان كده قلت لك الجمله ديت جمله غير منضبطه دلوقتي، لان حاليا عاد فيه فاكسين، يعني عاد فيه مصل دلوقتي، فلو اكتشفوا مصل جديد مش هيبقى لسه بدايه، يعني هيبقى ايه؟ هيبقى فيه حاجه هتتم، يعني هتبقى مستقبل تام مستمر. هو نوز ترجح لك اللي فيها مايت. يعني هو نوز ترجح لك اللي فيها يا فاطمه؟ مايت لان مين يعرف يعني الاحتمال ضعيف؟ مين يعرف ده يعني الاحتمال ايه؟ ضعيف.
انت عندك بقى الاحتمال هنا ما بين ايه؟ يا اما might discover يا اما might have discovered، اللي هو يعني يا صيغه احتمال بسيطه يا صيغه احتمال تامه. لو ما كانوش لقوا اي لقاحات خالص لحد دلوقتي كنت هقول لك might discover، كنت انا هقول لك might discover، انما هو بالفعل عاد في لقاحات دلوقتي تمام، هتبقى might have discovered، بس دي مش سؤال امتحان. وللعلم للعلم هتلاقي في بعض جمل نفس الجمله دي في اربع اختيارات، في واحده فيهم might have discovered ومفيش might discovered، وفي واحده ثانيه might discover ومفيش might have discovered. بس عشان تبينتي واخده بالك الاحتماليه هتبقى مايت تام او بسيط، لازم يبقى وجود اصلا بايت تخليكي تجيبي مايت هاف والتصريف التالت، يعني ده وجود باي اوكي. بس لان اللي حاطط الجمله كان حاططها على اساس ان مفيش لسه فاكسين، واحنا قلنا لما يبقى في شيء مخترع لاول مره او معمول لاول مره او لسه هيبدا في عمله لاول مره في المستقبل حتى في حاله وجود باي، كنت بجيب صيغه بسيطه اللي هي ويل والماستر ومايت والماستر. بس بالفعل عاد في فاكسينز دلوقتي، عاد في امصال دلوقتي، فتبقى مايت هاف ديسكفر. بس هتقفل بقى عشان خاطر السحور. ربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب ان شاء الله، ويا رب تطمنونا عليكم بعد ما تخلصوا الامتحان. اتمنى هفتح لكم جروبس تطمنونا عليكم بعد الامتحان ان شاء الله. تصبحوا على خير.